كتيرة كانت نفسها تتفرج على المباراة، ولكن حتى لو في ناس بتصور بالموبايل أو من الجماهير المهتمة والعاشقة للنادي الأهلي، ده جزء متعلق بتصوير الجماهير أو حاجات موجودة على السوشيال ميديا، ولكن إذاعة المباريات اللي زي دي من خلال الشاشة ممكن تكون بتدي للمنافس يعني فرصة أنه يعرف أبرز اللاعبين الجدد إمكانياتهم إيه، طريقة لعبهم إزاي، الكلام ده كله. عشان كده كان امبارح في حرص طبقا لتعليمات الجهاز الفني إن اللقاء ما يتزعش. حدش يقول لي بأصل اللقاء يتزع عن طريق الجماهير والموبايلات، ده تصوير غير تصوير التلفزيون على فكرة، التصوير ده غير التصوير ده خالص. أنت بتطلع لأعلى منطقة وأعلى زاوية، بتاخد كادر كبير جدا عشان تقدر تصور بيه الملعب بالكامل، فهنا بتبقى الأمور الفنية بتبقى أوضح للفرق المنافسة. في المقابل خدوا بالكم، اتحاد العاصمة الجزائري ما لعبش أي مباراة رسمية لغاية دلوقتي، وعمل أكتر من حوالي 10-11 صفقة جديدة، فالفريق اللي انت هتواجهه مع عبد الحق بن شيخة مش شرط أن يكون هو الفريق اللي لعب نهائي الكونفدراليشن كاب مع يانج أفريكانز، وبالتالي لسه في مناورات أكيد هتتم خلال الفترة اللي جاية في ظل أن كل فريق عامل تدعيمات وممكن يدخل بتشكيلة جديدة في لقاء السوبر. فدي أبرز الكواليس المتعلقة بمباراة امبارح. النادي الأهلي النهاردة